السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي 3 أشخاص السبت أثر حريق داخل مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية في عمان حسب الموقع الأردني، وقالت أن فرق الإطفاء والإسعاف الدفاع المدني تعاملت مع حريق شب داخل مطعم بالقرب من الجامعة الأردنية، ونتج عن الحريق وفاة 3 أشخاص، حيث عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفيات إلى المستشفى جامعة الأردن، وأشارت إلى أن وفاة الأشخاص ناتجة عن تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم واستنشاقهم الغاز المتعبئة من الحريق رحمهم الله.